أنقرة تقول إنها ستدافع عن أمنها في سوريا رغم الوجود الأمريكي، وتطالب واشنطن بوقف دعم قسد. تأكيد خليجي أوروبي على ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، ودعوة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية. قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ يستهدف قاعدة للولايات المتحدة شرق دير الزور، والقوات الأمريكية ترد بقصف ميليشيات إيرانية. فصيل صقور الشام يعلن حل نفسه بعد اشتباكات مع القوة المشتركة، ويقول إنه سيسلم مقره للحكومة المؤقتة. تغطيتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا، ونفرض هذه الساعة للملف السوري، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة أكدت للولايات المتحدة على ضرورة إنهاء تعاونها مع ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف فيدان في لقاء تلفزيوني أن تعاون واشنطن مع تلك التنظيمات لا يخدم مصلحة أحد، مبينا أن تركيا جادة جدا في هذا الأمر، وأنها لن تتردد في حماية مصالحها وأمنها حتى لو كانت أمريكا موجودة في المنطقة. وأشار الوزير إلى أن احتمالية اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران مرتفعة، في حين رأى أن على تركيا والمنطقة الاستعداد لهذا الاحتمال. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف الملا. مرحبا بك يوسف، لنتحدث عن هذه التصريحات لوزير الخارجية التركي، وتحديدا المتعلقة بشمال شرق سوريا وقسد والتعاون والدعم الأمريكي لهذا التنظيم. ربما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. خلال استضافة أحد القنوات التركية لوزير الخارجية التركي الأمس الخميس، كان تطرق لعدة ملفات، منها الملف السوري. أعاد التأكيد على أنه لا يليق بأنقرة، لا يليق بأمريكا حليف الناتو أن تستمر في دعم التنظيمات التي وصفها بالإرهابية، في إشارة هنا إلى قوات سوريا الديمقراطية، وأن عليها أن تتوقف عن هذا الدعم والتعاون. وطبعا أكد بأن تركيا تستعد لهذا الأمر دائما تكمل استعداداتها العسكرية، ولن تتردد في حماية مصالحها ومصالح أمنها وشعبها حتى لو كانت أمريكا موجودة في المنطقة. لكنه تحدث بأن تركيا في كل المحافل على ما يبدو مع الجانب الأمريكي. نعم. دائما ما تطرح تتحدث دائما في كل المحافل التي تجتمع فيها تركيا مع أمريكا، قال نطلب منهم إيقاف هذا الدعم ونتحدث معهم حول هذه الأمور، ولكن حتى لو كانت أمريكا في هذا الملف فإننا سنستمر في. هل هذا يشير يوسف إلى أن ربما تركيا تزيد من تدخلها العسكري في شمال شرق سوريا تحديدا؟ هل تم الحديث أو الإشارة إلى هكذا احتمال؟ يعني هو تطرق بأن تركيا لديها القدرات على الدفاع عن حقوقها. نعم. وأن عليها أن تعزز مكانتها عسكريا أكثر كشريك لا غنى له عنه في العلاقات الدولية. تطرق بأن المنطقة يعني قادمة على حرب جديدة محتملة في المنطقة ستؤثر على كل الموجودين، في إشارة هنا يعني بصريح العبارة قال بين إسرائيل وإيران، ويجب على يعني تركيا والمنطقة أن تكون مستعدة لكل الاحتمالات عسكريا. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم، هناك مشكلة يعني في الصوت يوسف، يتقطع. تفضل. يعني حول مدى استعداد تركيا عسكريا لمسألة ما إذا كان هناك أي حرب أو أي مشكلة ستحصل في المنطقة، قال هذا كل المؤسسات الدولة في تركيا مشغولة بالإجابة عن هذا السؤال،
ونحن الآن منغمسون في الاستعداد لمثل هذا الأمر. مش أشار أن السياسة الخارجية والأمنية لتركيا دائما مستعدة لمواجهة أي خطر خارجي قد يهدد أمن وحدود تركيا. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من أنقرة يوسف الملا على هذه الإضافات. أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل يحفظ حقوق الشعب السوري، وأبدى الجانبان في بيان مشترك عقب القمة المشتركة الأولى لرؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزاما بالوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحث البيان على مضاعفة الجهود من أجل الاستئناف العاجل لأعمال اللجنة الدستورية وقضية المفقودين والحاجة إلى تهيئة الظروف الآمنة لعودة اللاجئين. ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة غير الشرعية داعية وبشكل عاجل إلى تبني قانون يسرع عمليات الترحيل وسط حديث عن خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي. وقالت الدول الأعضاء في استنتاجات قمة بروكسل إن المجلس الأوروبي يدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة انطلاقا من الاتحاد الأوروبي. ودعت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح تشريعي جديد في أقرب وقت ممكن، في حين رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يجب الحد من الهجرة غير النظامية، لكن في الوقت نفسه يجب أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحا على هجرة العمالة الماهرة. يواصل أهالي السويداء مظاهراتهم في ساحة الكرامة ضد نظام بشار الأسد، كما جرت عليه العادة منذ عام وشهرين في حراك متواصل يؤكد على مطالب الأهالي في رحيل نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي في البلاد والإفراج عن المعتقلين. في جنوب سوريا أيضا اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعتين محليتين في مدينة طفص في ريف درعا الغربي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بينهم مدنيون. وأفادت شبكة درعا 24 بأن اشتباكات دارت في محيط مستشفى مدينة طفص بين مجموعة محلية يقودها محمد بداوي الزعبي ومجموعات أخرى يقودها كل من ثائر وخالد الزعبي. وذكرت الشبكة أن السكان وجهوا نداءات إلى المجموعات المحلية الأخرى والوجهاء للتدخل من أجل إنهاء الفوضى والاشتباكات المستمرة في المدينة.
من جانبه ذكر تجمع أحرار حوران أن المواجهات جاءت على خلفية خلافات وثارات سابقة بين الطرفين وسعيا للسيطرة على الحي الغربي من مدينة طفس. قتل 5 مدنيين وأصيب آخرون بينهم أطفال من جراء إقدام شخص على إطلاق النار في حفل زفاف بمدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية شرق دير الزور. وحسب موقع أثر بريس المقرب من النظام، فإن مطلق النار دخل حفل الزفاف وفجر قنبلة صوتية، ومن ثم أطلق النار عشوائيا ما أدى إلى سقوط قتلى بينهم طفلتان والعروس ووالدها. هذا ولم تعرف ملابسات الحادثة وفق أثر بريس، إلا أن الأهالي يتناقلون بأن الجاني كان قد تقدم لخطبة العروس سابقا ورفض. تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرق دير الزور لهجوم بالمسيرات الانتحارية والصواريخ، في حين ردت القوات الأمريكية بقصف لمواقع الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات إيرانية متمركزة عند الضفة الغربية لنهر الفرات نفذت هجوما صاروخيا على حقل كونيكو للغاز، مشيرة إلى أن أصوات انفجارات قوية سمعت في المنطقة، حيث شوهد سقوط أحد الصواريخ داخل القاعدة، في حين لم يعرف ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار مادية. هذا وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية الأمريكية تصدت للطائرات المهاجمة والصواريخ، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قصفت بالمدفعية مواقع الميليشيات في قرى حويجة صقر والجفرة ومراط. وعن القصف لكونيكو يحدثنا الآن من أورفا الصحفي عهد صليبي للمزيد طبعا من التفاصيل. مرحبا بك سيد عهد، ما هي آخر هذه التطورات وهذا القصف على القاعدة؟ هي ليست المرة الأولى، لكن ما الجديد الآن؟ مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين. نعم، مساء أمس كان هو يوم الثامن على التوالي يكون هناك قصف متبادل بين الميليشيات الإيرانية وقوات التحالف الدولي في قاعدة حقل الغاز كونيكو. تبدأ هذه السلسلة من القصف والهجمات من الميليشيات الإيرانية التي تطلق يعني بشكل يومي إما قذائف صاروخية أو طائرات مسيرة تطلقها من القرى السبعة التي تقع على الضفة الأخرى من الفرات والمعروفة اصطلاحا بمنطقة الجزيرة أو شرق الفرات. من هذه المناطق تتعمد الميليشيات الإيرانية شن الهجمات باتجاه قاعدة حقل الغاز كونيكو، لكنها في كل الثمان أيام هذه لم تخلف أي من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي في القاعدة، لكن التحالف عندما كان يرد على تلك الهجمات بشكل مباشر يعني بنفس اللحظة يرد على مصادر النيران يخلف عدد من القتلى والجرحى. في قبل خمس أيام سقط عدد من القتلى والجرحى في منطقة أو بلدة مراط شمالي دير الزور والتي كان قد استهدف منها قاعدة حقل الغاز كونيكو، وعاودت قوات التحالف الدولي بقصف هذه المنطقة وخلفت هذا العدد من القتلى والجرحى من المدنيين. الميليشيات الإيرانية كذلك الأمر تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، لكنها لم تصرح عن أي يعني من هذه الخسائر. أكثر القصف يركز على القرى السبعة وتحديدا على بلدة حطلة ومرات القريبة من
قاعدة حقل الغاز كونيكو، وكذلك الأمر بلدة الجفة التي دخلت على الخط مؤخرا في الثمان أيام الماضية لم تكن تستهدف من قبل بهذه الهجمات من التحالف الدولي أو الطيران الإسرائيلي أو ما شابه ذلك. كانت منطقة يعني محايدة لكل الأطراف، وإن كانت هي موالية للنظام منذ بداية الثورة السورية. كذلك الأمر بلدة المرعية شهدت سقوط عدد من القذائف من التحالف الدولي، والنقطة المهمة جدا في كل هذه المناطق التي تستهدف هي حويجة صقر. وحويجة صقر أو مصطلح الحويجة هو مصطلح يعرف اصطلاحا في المنطقة على الجزر النهرية التي تقع وسط نهر الفرات، وتعد هي أكبر الجزر النهرية في نهر الفرات في محافظة دير الزور، وتستولي عليها الميليشيات الإيرانية وتعتبرها مستوطنة لها، تمنع دخول المدنيين إليها علما أنها هي يعني تعود. لماذا هذا التمركز في حواجة صقر تحديدا للميليشيات الإيرانية مع يعني دونا عن القرى السبعة؟ لماذا هذه القرية بشكل أكبر؟ هل بسبب جغرافيا قربها من يعني لماذا يختارونها تحديدا؟ نعم، هي جزيرة نهرية يمنع الدخول إليها، ويعني تستطيع الميليشيات أن تسيطر عليها من الجانب الأمني لعدم يعني لصعوبة تسلل أي من الأطراف إليها، وهي يعني محاطة من الضفتين من يعني السيطرة للنظام والميليشيات الإيرانية من الجهة الشمالية القرى السبعة التي تسيطر عليها، ومن الجهة الجنوبية أي الضفة اليمنى لنهر الفرات مسيطر عليها من النظام، وهي قريبة جدا من حي هرابش وبلدة الجفة ومطار دير الزور العسكري، وتعتبر يعني هي يعني أشبه بقاعدة عسكرية للميليشيات الإيرانية، معزولة تماما عن كل المدنيين، ويعني تعتبرها أكثر منطقة أمنية لها في عموم محافظة دير الزور بعد البوكمال. هذه المنطقة يوجد فيها الكثير من يعني منصات إطلاق الصواريخ، وتستهدف منها كثير من الأحيان القواعد الأمريكية على الضفة الأخرى من نهر الفرات. تعرضت في أوقات سابقة لقصف يعني مركز من الطيران الإسرائيلي، خلفت عدد كبير من القتلى والجرحى من الميليشيات الإيرانية. تقيم بها الميليشيات الإيرانية بالشق المدني بعض الفعاليات في تحديدا في حديقة كراميش التي حولوا اسمها إلى حديقة الأصدقاء. حويجة الصقر هي منطقة ليست بالقليلة، وهو حي يتبع إداريا لمدينة دير الزور وليس للريف الشرقي أو الشمالي. تعتبر هذه الجزيرة هي كما ذكرت لك من أهم المواقع للميليشيات الإيرانية، لأنها مؤخرا بعد يعني الحرب الإسرائيلية مع الميليشيات الإيرانية وحزب الله كانت تغير كثير من مواقعها. نعم، هذا ما أريد أن أسأل عنه. غير جزيرة حويجة صقر، أيضا ماذا عن تغير التموضع للميليشيات بعد الحرب الآن بين يعني إسرائيل وإيران وتبادل القصف بين حين وآخر؟ كيف تغير التموضع الميليشيات الإيرانية الآن؟ بشكل مؤكد الميليشيات الإيرانية منذ اليوم الأول من حرب 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى بدأت بتغيير الكثير من مواقعها في دير الزور، وتحديدا في مدينة البوكمال التي تعد هي الأبرز والأهم لإيران في عموم الأراضي السورية. هذا منذ أكثر من عام، لكن الآن مؤخرا مع القصف على جنوب لبنان، هل كان هناك تغييرات ملحوظة بشكل أكبر أو لها أهمية عسكرية للميليشيات الإيرانية؟ نعم بلا شك، يعني كما ذكرت لك هي التغييرات بشكل يومي أو أسبوعي، تصدر هناك أوامر من القيادة العليا لميليشيا الحرس الثوري الإيراني التي تضم العديد من الميليشيات سواء المحلية من أبناء يعني محافظة دير الزور أو السوريين، وكذلك من الميليشيات الأخرى كفاطميين وزينبيون الأفغانية والباكستانية. غيرت الكثير من المواقع كما ذكرت لك بشكل يومي منذ عام، وهي تغير بهذه المواقع وأخفت الكثير من الأعلام أو أنزلتها من مقراتها ومواقعها. هذا ما تعمل به بشكل متكرر، لكن الذي يعني حدث مؤخرا قبل 5 أيام بالتحديد، خرجت القوات أو أمرت القيادة الروسية بإخراج الفيلق الخامس من بلدة مراط شمالي دير الزور للخروج من هذه المعركة التي يعني تحدث ما بين الفينة والأخرى. وإذا كانت ستتطور في شرق سوريا، فأعلنت هي بالانسحاب هذا بأنها هي خارج هذه المعادلة أو المعركة. سحبت قواتها من موقعين في بلدة مراط شمالي دير الزور بعد تعرض مواقع للميليشيات الإيرانية والنظام. إذن روسيا سحبت هذه النقاط وتركت الولايات المتحدة في مواجهة الميليشيات الإيرانية. هذه النقطة مهمة يعني، وبهذه الحالة ما مدى كان تأثير فعلا القوات الروسية الموجودة هناك مع الميليشيات الإيرانية على شمال شرق سوريا؟ بشكل عام القوات العسكرية الروسية التي يعني تتواجد في دير الزور هي تواجدها قليل جدا، خاصة بعد أن انسحبت من مدينة البوكمال منذ أكثر من 3 يعني أعوام،
وتركت مدينة البوكمال هي تحديدا للميليشيات الإيرانية، وكذلك انسحبت قبل عام ونصف من مدينة الميادين، إلا أنها عاودت الرجوع إلى مدينة الميادين قبل نحو شهرين من الآن، عندما يعني تفاقمت أو تطورت الأحداث بين قوات العشائر الموالية للنظام وميليشيا قسد على الضفة الأخرى، دخلت كخط يعني فيصل بين الطرفين تحديدا في مدينة الميادين على الشريط النهري. أما خروجهم من بلدة مراط هي لا يوجد لها أي يعني تواجد عسكري واضح، يعني مقراتها قليلة جدا، وتحديدا كانت في مقرين في بلدة مراط في المحطة وإحدى المدارس. وإلى أين انسحبوا؟ إلى أي منطقة سيد عهد؟ توجهوا باتجاه ماذا؟ غادروا إلى مدينة دير الزور، لكن هنا يجب اللفت بأن القوات الفيلق الخامس لم تخرج من بلدة مراط إلا بعدما خسرت اثنين من قادتها ضباط، أحدهم برتبة عميد قتل جراء القصف الأمريكي على تلك المنطقة قبل يوم واحد من الانسحاب، وأعلنت القوات الروسية انسحاب من تلك المنطقة إلى مدينة دير الزور. نعم، وإذا يعني سألنا بهذه الأمور وتحديدا دير الزور، ماذا عن قسد الموجودة في المنطقة؟ كيف أيضا تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني نحن نعلم دير الزور كمدينة مسيطر عليها من قبل النظام مع وجود الميليشيات الإيرانية، لكن على مقربة جدا موجودين قوات أو تنظيم قسد الإرهابي، كيف أيضا يعني وجودهم يؤثر في هذا الموضوع؟ نعم، بالنسبة لقسد هي منشغلة منذ أكثر من عام، من 27 آب من العام الماضي، بمعركتها مع العشائر التي لم تكن تتوقف ما بين الفينة والأخرى، تعاود قوات العشائر سواء المدعومة من النظام أو المستقلة من شن هجمات على مناطق سيطرة قسد. كذلك الأمر الآن الإدارة الذاتية الشق المدني لقسد هو يعني أو هي منشغلة بموضوع المنهاج، هناك الكثير يعني من الدعوات للاحتجاجات وإضراب عن الدوام على المدارس، هي بشكل سنوي تعود لطرح منهاجها في المدارس، إلا أن الرفض كان سيد القرار. الآن هي منشغلة بهذا الأمر على الشق المدني، والشق العسكري صباح اليوم كان هناك تسلل من ميليشيات عشائرية من الريف الغربي نحو ناحية الكسرة إلى مناطق سيطرة قسد، لكن قسد واجهتهم عند شاطئ نهر الفرات وأردتهم بين قتيل وجريح وأجبرت البقية على الانسحاب من المنطقة. ما سبب التسلل؟ ما كان هو الهدف الأول من التسلل؟ يعني القوات العشائر التي يقودها إبراهيم الهيف الشيخ قبيلة العكيدات هي تحاول أن يعني تسنح لها الفرصة للعودة إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، لكنها على ما يبدو حتى الآن لم يعني تحرز أي تقدم بهذا الجانب أو هذا الصدد. هذا يعني توقفت الاشتباكات أو المناوشات منذ أكثر من 15 يوما، اليوم هو اليوم الأول، كان هناك تسلل من الريف الغربي الذي يعتبر هو محكم أمني للقوات لميليشيا قسد ويعني الموالين لها في المنطقة. قوات النظام تحاول يعني تسخير أو إشغال القوات العشائرية والميليشيات العشائرية وتعيد تنظيمها بشكل متكرر للعودة أو الانتقال إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات على مناطق قسد. نعم. إلا أنها حتى الآن يعني لم تنجح في هذا الأمر، ما تزال يعني هناك المواجهات تعتبر خفيفة، ولا وجود للقوات العشائر إلى على الضفة الأخرى من نهر الفرات التي تسيطر عليها القوات العسكرية قسد أو القوات العسكرية الأمريكية. طيب سيد عهد، في سؤالنا الأخير لك عن الأوضاع الإنسانية، الآن كان هناك حركة عودة كبيرة للسوريين الذين كانوا موجودين في لبنان كلاجئين إلى مناطق شمال شرق سوريا، هل وصل عدد إلى دير الزور من أهالي دير الزور الذين كانوا قد هجروا بسبب العمليات العسكرية للنظام أو هربا من النظام؟ هل لديك أي معلومات عن هذه العودة؟ نعم، بالنسبة لعودة اللاجئين، يعني أعداد أبناء دير الزور الموجودون في لبنان عددهم ليس بالقليل، وكثير منهم عاد إلى سوريا، لكن النسبة الأكبر هي عادت إلى دمشق، يعني حيث يعني وجود ربما الحالة الاقتصادية أفضل من دير الزور بشكل كبير، خاصة مناطق سيطرة النظام السوري. هناك أيضا سجلنا 6 حالات اعتقال لأبناء دير الزور على الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان، مطلوبون للخدمة الإلزامية، بعضهم مطلوبين للنظام كونهم شاركوا بالثورة أو أعلنوا مناصرتهم لها. هذا بالنسبة لمناطق النظام. أما مناطق سيطرة قسد تحديدا في دير الزور لم نسجل أي يعني وجود جديد لأبناء دير الزور أو من جنسيات أخرى أو من اللبنانيين وصلوا لدير الزور، لكن في محافظة الرقة كان العدد كبير، ربما تجاوز أكثر من 20,000 مواطن سوري عادوا من محافظات مختلفة سواء من دير الزور أو الحسكة أو الرقة أو حتى منبج، وصلوا
كلهم برتل منظم إلى معبر الطبقة ثم إلى مدينة الرقة، بعدها انتشروا في عموم مناطق سيطرة قسد، بعضهم ذهب إلى منبج. وسكان المنطقة يعني أو أصحاب المنطقة الذين لديهم منازل ولديهم أملاك، هل واجهوا أي مشكلة بالعودة إلى ممتلكاتهم هناك؟ هل سجلتم أي؟ لم نسجل أي حالة، يعني بالعكس كانت قسد تحاول أن تستثمر في هذا الأمر كعادتها، يعني تستثمر في هذا الأمر بأنها يعني احتوت اللاجئين، وأعلنت بعدد من المرات في بيانات معلنة بأنها هي أراضيها مفتوحة لكل الذين يريدون العودة إلى مناطق سيطرة قسد، وأعلنت بالترحيب أيضا للبنانيين من غير السوريين. لكن كما ذكرت لك العدد الذي سجلته الإدارة الذاتية ربما 20,000 أو يزيد بقليل على هذا الرقم. شكرا جزيلا لك الصحفي عهد صليبي، كنت معنا من أورفا في تركيا. أعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه أجلت نحو 300 عائلة من ريف حلب خلال الهدنة الإنسانية التي أعلن التوصل إليها أمس بعد ساعات من الاشتباكات بين الجبهة الشامية والقوة المشتركة التابعتين للجيش الوطني السوري. وأعلن أعلن فصيل صقور الشمال حل نفسه بشكل كامل وخروجه من الجبهة الشامية وتسليم إدارته إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة. وأصدر الفصيل بيانا قال فيه إنه بسبب المتطلبات الميدانية في الآونة الأخيرة ومن أجل جعل القوة المشتركة للثورة أكثر فاعلية، تم حل فصيل صقور الشمال وإعلان خروجه من الجبهة الشامية وتسليم إدارة الفصيل لوزارة الدفاع. من دام من الاشتباكات العنيفة بين الجبهة الشامية والقوة المشتركة، أخيرا تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حل ينهي هذه المواجهة. الاتفاق كان سريعا وبدون مقدمات يدلل على انهيار أحد أطراف المواجهة أمام الآخر. لواء صقور الشمال الذي كان انضمامه إلى الجبهة الشامية هو سبب هذه المواجهة يرضخ إلى وزارة الدفاع ويعلن رسميا خروجه من الجبهة الشامية وحل الفصيل وتسليم إدارته إلى وزارة الدفاع، فيما انسحبت الجبهة الشامية من كافة النقاط التي سيطرت عليها في كفر جنة وجمروك بريف عفرين، وتحل مكانها الشرطة العسكرية كقوات فصل بين الطرفين. Thank you.
ومن عزاز في شمال غربي سوريا ينضم إلينا مراسلنا محمد نور. مرحبا بك محمد، ماذا حدث؟ لماذا وافق فصيل صقور الشام أن يحل نفسه وأن ينفصل عن الشامية بعد كل ما حدث في الفترة الأخيرة والمعارك مع الفصائل الأخرى؟ نعم ربا، يعني هو أمر ملفت، خاصة أن الجبهة الشامية قد يعني أعلنت عن مواجهة شاملة مع القوى المشتركة، وأيضا وسعت محور المواجهة من حوار كلس ووصولا إلى كفر جنة إلى جمروك بريف عفرين. ما حدث هو ضغوط كبيرة كانت على الجبهة الشامية وأيضا على لواء صقور الشمال لإنهاء يعني حالة الاشتباك التي تأثرت بها يعني جميع مفاصل الحياة هنا في ريف حلب الشمالي والشرقي. بشكل علني لم تفصح وزارة الدفاع ولا حتى الجبهة الشامية أو القوى المشتركة عن بنود هذا الاتفاق فيما بينهم، ولكن بحسب ما شاهدناه يعني وخلال يعني مدة بسيطة كان الاتفاق على العلن يدلل أو اتفاق سريع كان يدلل على انهيار إحدى القوى في مواجهة القوى الثانية. لذلك كان هذا الاتفاق سريع، وخاصة أن قبل شهرين، من شهرين وإلى الآن، كان هناك العديد من جولات المفاوضات ما بين الطرفين ولم يتوصلوا إلى حل، ولكن ما بعد توسع رقعة الاشتباكات في ريف حلب الشمالي والشرقي حتى يعني كان هنالك اتفاق سريع. نعم، لكن هذا الاتفاق الغير معلن محمد، هل يعني ربما أن العناصر في وأيضا الأسلحة التي بحوزة صقور الشمال ستذهب إلى القوى المشتركة أم إلى أي فصيل؟ يعني عدم الإفصاح عن هذا الموضوع ومصير سواء العناصر أو ما يملكون من عدة وعتاد غير معروف إطلاقا. بالتأكيد ربع، حتى الآن لا مؤشرات أو كما ذكرت لا أحد أفصح عن بنود هذا الاتفاق، ولكن بحسب معلومات يعني أولية لم نتأكد من صحتها حتى هذه اللحظة، أن العناصر الموجودين بالنسبة لصقور الشمال لهم حرية الاختيار إن كانوا يريدون بقائهم في الجبهة الشامية أو الخروج إلى أحد الفصائل. أما السلاح الموجود حاليا حتى الآن ما زال عند الجبهة الشامية. طبعا فصيل صقور الشمال يمتلك العديد أو عتاد عسكري كبير، ما زال بحوزة الجبهة الشامية. الاتفاق جرى بحسب يعني معلومات لم نتأكد منها حتى الآن هو أن تخرج وزارة الدفاع كمنتصرة، ليست منتصرة على أنها هي التي يعني تصدر القرارات وعلى الجميع أن يتم تنفيذها، ولكن يعني بعد إصدار قرار بحال صقور الشمال وانضمامه إلى الشامية وتوسع رقعة الاشتباكات جرى التنازل ما بين وزارة الدفاع والجبهة الشامية على أن يحل أن تحل الجبهة الشامية لواء صقور الشمال وأن يبقى العناصر والسلاح عند الجبهة الشامية. هذه هي معلومات أولية. نعم. ومن مصادر من داخل يعني الجبهة الشامية وأيضا وزارة الدفاع أكدت نفس الكلام، ولكن ليس يعني بشكل معلن حتى هذه اللحظة بانتظار إن كان هناك يعني أيضا من خلال ما تسمعون ومن خلال التسريبات ربما أو ما يحدث وما تشاهد على الأرض، هل هذا يعني أن فعلا وزارة الدفاع ستأخذ دورها الحقيقي على الأرض وستكون مسيطرة على كل الفصائل، أم أن الموضوع سينتهي عند صقور الشمال والشامية دون الفصائل الأخرى؟ المشكلة أن ترتيبة الفصائل جميعها هي يعني نظريا تتبع إلى وزارة الدفاع. نعم. ووزارة الدفاع هي نفسها يعني تعمل، يعني هنالك من يحرك وزارة الدفاع لنكون نعم صريحين. نعم. هنالك قوة تحرك قرارات وزارة الدفاع. الآن جميع الفصائل متزمة بقرارات وزارة الدفاع بحسب قول وزارة الدفاع، إلا كان هنالك الجبهة الشامية ولواء صقور الشمال، وبعد تفاهمات وأيضا اشتباكات جرى التفاهم على أن تطبق قرارات وزارة الدفاع جميعا ويجري التحضير لأن تكون بالفعل هذه الفصائل التابعة بشكل رسمي إلى وزارة الدفاع وتعمل بموجب يعني ما تطلبه وزارة الدفاع إن كان في قرار الحرب أو حتى في قرار السلم. الجميع يعني جميع الفصائل بات الآن قرارها من وزارة الدفاع بحسب ما يعني تشير حتى الآن
يعني ما بعد يعني على أمل أن تكون هذه الخطوة في إطار الحوكمة الرشيدة في شمال غرب سوريا، والتي من المفترض أنها الآن يعني تكون أفضل في مما كانت سابقا. لكن أريد أن أسأل أيضا محمد عن الأهالي، كيف تفاعلوا مع هذا الموضوع؟ هل هم يشعرون الآن بارتياح أكبر ربما بعد أنه سيتوقف أو توقف الاقتتال بين صقور الشمال والجبهة الشامية مع القوى المشتركة؟ هم الحلقة الأضعف فعليا الأهالي، لأن معظم الاشتباكات اندلعت بالقرب من خيامهم، يعني مهجرين يجلسون في الخيام وأيضا تهجروا من خيامهم نتيجة هذه الاشتباكات. تقطعت الطرقات، توقفت المدارس عن التعليم في مدينة إعزاز، كان لها أثر كبير. ولكن اليوم الأهالي ينظرون أنه يجب فعليا يعني أن يكون هنالك مرجعية واحدة للجيش الوطني، أن يكون هنالك جيش واحد بعيدا عن الفصائلية، لكي لا يكون هنالك اشتباكات، لكي لا يكون هنالك نزاعات فصائلية، لأن دائما الخاسر الأكبر هم الأهالي وأيضا أبنائهم الموجودون يعني مع عناصر أو هم مكونون للفصائل الموجودين ضمن هيكلة الجيش الوطني. لذلك الجميع يريد أن بالفعل أن تنتهي حالة الفصائلية وأن يتوجه السلاح إلى الجبهات فقط، وأن يخرج جميع يعني المقرات العسكرية ويعني ما لها إلى أيضا على الجبهات وخروجها من المدن. نعم، شكرا جزيلا لك محمد نور مراسلنا، كنت معنا من شمال غرب سوريا من إعزاز تحديدا. نبقى في شمال غربي سوريا لكن في ملف آخر، حيث وبعد خلافات بين أعضاء نقابة المحامين الأحرار منذ أكثر من عام حول الانتخابات، عقد في مدينة إعزاز مؤتمر انتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد للنقابة بترشح ثلاث قوائم. قدم سابقا كل منهم برنامجه الانتخابي. اليوم 15/10، طبعا تاريخ العملية الانتخابية اللي تم الإعلان عنها بمؤتمر الهيئة العامة لمؤتمر فرع حلب. طبعا مثل ما شايفين الزملاء موجودين للإدلاء بأصواتهم. تشكلت اللجنة الانتخابية بداية تقديم اعتراضات على بعض الأمور من بعض الزملاء، طبعا كلها تسجلت وحسب الأصول والقانون. العملية تمارس بشكل ديمقراطي، بشكل شفاف، بشكل واضح. يوم الاستحقاق الانتخابي كان عليه إقبال جيد جدا. إن شاء الله يعني متفائلين أنه هي تكون فترة يعني إنهاء لحالة الاشتباك السابقة، طبعا الاشتباك الديمقراطي إن شاء الله. الإقبال الموجود حاليا على الصندوق الفيزيائي في عزاز إقبال جيد جدا. نتوقع أن يكون التصويت في هذا المركز، وهو مركز وحيد في الداخل السوري، تقريبا ما يقارب حوالي 400 إلى 450 ناخب. عندنا أيضا حوالي تقريبا ما يقارب 190 ناخب متوزعين في خارج سوريا في تركيا ودول الاغتراب. أيضا قمنا بتنظيم عملية الانتخاب الإلكتروني بمساعدة مهندسين مختصين تقنيين لضبط عملية السرية ورزاهة الانتخابات. إن شاء الله نحن متفائلين جدا أن تكون النتائج اليوم، طبعا أكيد راح تكون متأخرة بسبب عمليات الجرد وخاصة الإلكتروني، راح تكون إن شاء الله تأسيس لمرحلة قادمة تكون فيها نقابة المحامين قدوة لكافة المؤسسات في المناطق السورية من حيث الديمقراطية وتبادل السلطة ومحبة الأخوة إن شاء الله. اليوم بدأت العملية الانتخابية وبالتنافس الشديد بين ثلاث كتل، وكل كتلة قدمت برنامجها الانتخابي. طبعا برنامجنا الانتخابي كان مؤلف من 8 نقاط. النقطة الأولى والأهم فيه إعادة اللحمة وإعادة الوفاق وإعادة وإنهاء الخلافات الحاصلة بين المحامين. أي مشروع انتخابي وأي برنامج انتخابي لن ينجح إلا بتحقيق هذا الشرط وإنهاء جميع الخلافات والعودة كتلة واحدة والانطلاق في البناء. أنشئ على الأطراف الغربية في مدينة إدلب ما يعرف باسم قصور شعيب، والذي يعد من الأحياء الفاخرة الحديثة في المدينة.
يتميز الحي بتصميماته المعمارية الفخمة، حيث يجري العمل على بناء الأبنية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى استخدام مواد بناء عالية الجودة. حي قصور شعيب تم إنشاؤه بعد الازدحام اللي كان موجود في إدلب المدينة، من أفخم الأحياء حالياً موجودين عنا بسبب المساحات الممتازة، البنايات الفخمة، المنطقة راقية جداً، في إقبال شديد عليها بسبب مثل ما حكينا الشغل الممتاز من الإسمنت، من الحديد، من جميع المعد للبناء، أسانسير، المخدم، المدخل من جوا، يعني بنايات مو ناقصة شيء نهائياً، كإطلالات، كمساحات، منطقة راقية جداً. اليوم الزبون عم يجي لعنا عم يطلب بهذه المنطقة، في إقبال كبير بسبب ما حكينا الشغل الممتاز، المنطقة ممتازة، المنطقة مخدمة من كل شيء، من مياه، من الكهرباء، من جميع الأشياء، يعني ما ناقصة شيء فعلاً. وناس اللي عم تسكن ناس راقي جداً، يعني منطقة راقية، راقية لا مثيل لها إن شاء الله. قصور شعيب تتميز بأحياء ما متميزة عن غيرها. الأمر الأول قبل كل شيء، شوارع عريضة غرب البلد، قريبة من مركز البلد التجاري، مركز السوق والسياغ، إطلالتها الجهة الغربية للهواء النظيف، إطلالتها على الزيتون والدمش، هوري بالزيتون والتين، فتطلع على البرنتة ترى المناطق حتى الروج تقريبا كلها سهول خصبة وجميلة وكويسة، وهو عزب على هليل نظيف جدا، ما في أي طايقات في الأمر هذا تماما. الأمر الثاني، الشوارع عريضة جدا ومريحة، والحياة فيها حياة هدوء كامل، وسبحان الله رب العالمين اختار هالمناطق هاي فسكن فيها ناس من أكابر البلد، من ناس طيبين محترمين، وأجوا ناس تاني كلهم محترمين طيبين، فالناس رغبوا المنطقة لجيرانها. أعلنت حكومة الإنقاذ في بيان لها عن افتتاح فرع لجامعة إدلب في مدينة سلقين، وجاء افتتاح الفرع نتيجة للكثافة السكانية في المنطقة وللتخفيف على الطلاب في مناطق غرب إدلب. مراسلنا زار الفرع الجديد وعاد إلينا بهذه المادة. بعد انقطاع دام قرابة 9 سنوات، يعود يمان من مدينة سلقين إلى التعليم العالي مستفيداً من افتتاح فرع لجامعة إدلب في مدينته. غياب الجامعات القريبة كان من أهم الأسباب لانقطاعه عن التعليم، وبحسب يمان افتتاح الفرع جعل العودة للدراسة ممكنة وسهل على الطلاب تجاوز عقبات السفر والتكاليف. هذه الخطوة لم تكن مهمة له فقط، بل للكثير من زملائه الذين استأنفوا دراستهم بعد توقف طويل. إذا كان الطلعة صعبة على الجامعة أو الكلية أو أنك تسجل بعيد وتروح وتتغرب، حالياً بالوقت الحالي يعني صار كل شيء متوفر، كل شيء في متناول اليد، الجامعة جنبك، الطريق ممكن 5 دقائق على الجامعة. وهلا بالنسبة للفرع اللي فتحوه بسلقين ريح كثير طلاب بالنسبة للمسافات، بالنسبة والأفرع اللي توفرت يعني، والمفاضلة شبه كانت يعني متناسبة مع جميع الطلاب. جاء إنشاء فرع سلقين لجامعة إدلب استجابة لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. ارتفاع عدد السكان في سلقين بينهم نازحون بظروف مالية صعبة جعل من تكاليف النقل إلى إدلب وشمالي حلب عبئا على الطلاب، خاصة الإناث اللواتي واجهن صعوبة في التنقل خلال الشتاء. بالإضافة لذلك يسعى الفرع لدعم المنطقة اقتصاديا كونها بعيدة عن مراكز النشاط التجاري كمدينة سرمدة وإدلب. كان الإقبال الحمد لله ممتاز، الإقبال على التسجيل يعني بلغ عدد الطلاب المثبتين تسجيلهم في
الكليات المفتتحة في فرع صلقين 619 طالب بالاسم، طبعا ما عدا مفاضلة أخرى، مفاضلة ملء الشواغر، وإن شاء الله هالأعداد هي قابلة للإزدياد بموجب المفاضلة الأخيرة أو التمديد الأخير لمفاضلة ملء الشواغر. يرى القائمون على الفرع الجديد بأنه يقدم تعليما يناسب احتياجات المجتمع المحلي ويعزز من قدراته، خاصة مع وجود عدد من الكليات والتخصصات التي تم اختيارها بناء على دراسة وافية لاحتياجات السوق المحلية، أهمها كلية الاقتصاد والإدارة والآداب والشريعة. يعد افتتاح فرع لجامعة إدلب في مدينة سلقين خطوة استراتيجية تلبي احتياجات المنطقة الغربية من المحافظة التي تعاني من الكثافة السكانية العالية. هذا الفرع لا يوفر فقط فرصة التعليم العالي لأبناء المنطقة، بل يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الطلاب الذين كانوا يضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى مدينة إدلب أو ريف حلب الشمالي. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، مدينة سلقين، ريف إدلب. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 16 مليون سوري داخل البلاد وخارجها هم عرضة لاستغلال النظام السوري في عمليات تتعلق بتحصيل مبالغ طائلة منهم مقابل منحهم وثائق ثبوتية وأوراقا رسمية. هويات السوريين ووثائقهم الثبوتية وأوراقهم هي أسلحة يوظفها النظام السوري كأداة حرب ضد معارضيه ويكرسها لابتزازهم للحصول على مبالغ كبيرة مقابل الأوراق سيستخدمها في تمويل حربه ضد السوريين وفي خدمة مصالحه. 16 مليون سوري داخل البلاد وخارجها هم ضحية هذا الاستغلال وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان. الشبكة قالت إن أجهزة النظام تعمد إلى فرض شرط الحصول على موافقة أمنية قبل استخراج عدد كبير من الوثائق المرتبطة ببيع العقارات والإيجار والوكالات وشهادات الوفاء وحصر الإرث واستثمار المنشآت والرواتب والعقود وغيرها من مسائل، وهو ما يتعارض تماماً مع الدستور السوري. المستهدفون بهذه الإجراءات وفق التقرير سبع فئات من السوريين، وهم المطلوبون للأجهزة الأمنية على خلفيات سياسية أو لعملهم في المجال الإنساني ويعتبرون الفئة الأبرز، يليهم الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قصراً، ثالثاً الطلاب وخريجو الجامعات، فأصحاب الملكيات، ثم أهالي مناطق التسويات كسكان درعا وريف دمشق، إضافة إلى المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وأخيراً الأقليات العرقية والسوريون الراغبون باستخراج وثائق سفر ممن فروا من البلاد بطرق غير شرعية. تنتج عن ذلك مشكلات ذات أثر بعيداً أو قريباً، هي غياب المصداقية عن الوثائق الصادرة عن النظام لتحولها إلى مادة للبيع والشراء في السوق السوداء، وحرمان العديد من السوريين من حقهم في الملكية والتنقل وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، فضلاً عن ظهور عدد كبير من الأطفال مكتومي القيد والأطفال مجهولي النسب، وكل ذلك قد ينتج أشخاصاً بلا جنسية سورية لن يحق لهم المشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً وحتى في حياتهم الخاصة المجردة من كل حق. وننتقل الآن إلى هذه الصور المباشرة من خان يونس والضاحية الجنوبية في بيروت، ونعود إليكم على رأس الساعة لاستكمال تغطيتنا حول الأوضاع في غزة ولبنان.